انا وبيسان رايحين على البيت، فهلا فتحت تليفونه ما بيتصل بولي هو، فعملنا حادث. فبس بدنا عندك صورة هويته المشفى، ما عم يقبل يدخلني. شو؟ بيسان ما عندي هويتها. طب انا شلون بيسان تليفونه ما عنده اتصال، ما عم بعرف شو اسوي، وامه خايفه الا يصير لها شيء. اخذت رقمك من عندها لان هي جوا ولازم يدخلوها، بس بدهم صورة الهوية. بس لا تقيلي، اسمعي، تقولي لها مشفى، تقولي مشفى سارة بالله عليكي. ماشي يلا بسرعة رديلي. لحالتها خطيرة، لحالتها خطيرة يا الله. هلا بدي اقول لك شو بدي اقول لك؟ احكي لها. مبين تمثيل ولا عن جد؟ لا تمام. ممثل بارع. اسمع يا ماما، هلا لما بدي اقول لك عم تكتب لك؟ عم تكتب لك؟ شو هات كملي، احنا بنكتب معها. خالته كيفك؟ اعطيني هوية بيسان عشان تسجلها في اعلان. في اعلان عشان تسجلها في اعلان. احكي لها اعلان. اعلان شو؟ اعلان شو؟ استنى نوترها شوي. او ماي جاد يا سارة. بدي تسجلك عشان يجيبوها على السعودية. طيب يلا كبيرة، يلا رح يلا ثواني. معلوماتي عم فيها فيزا. كذابة معترفة سارة. يلا يلا بسرعة، عايز اقول لك بسرعة. استني هتبعتي لي الهوية؟ ايه هلا بتبعتها لمحمود. ايه استني بسرعة بسرعة يا جماعة تكفى. لا اتسائل عليها قليلة لسارة. بدي ما اقابل محل خبرة. سارة كيف امك؟ تسائل عليها هيك وتبدأ. وهم كيف امك؟ كيف امك؟ شو اخباركم؟ شو اخباركم؟ شو عم تسوي؟ طيبة 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 معبوطة. زن والله كفو سارة، قسم بالله كفو. I love you.